وزير التهذيب الوطني يشرف فيتيغنت على افتتاح معسكرين تدريبيين للفريق الوطني للرياضيات ويطلق في نواكشوط النسخة الأولى من مسابقة الخط والخطابة. العاصمة نواكشوط تحتضن دورة تكوينية لصالح الأطر العاملين في المكتب الوطني لطب الشغل ضمن شراكة مع منظمة العمل العربية. تزايد الإقبال على الجناح الموريتاني في معرض إكسبو الدوحة من قبل الزوار الراغبين في التعرف على الموروث الثقافي الثري لبلادنا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في تفاصيل نشرة الواحدة من قناة الموريتانية. تفقد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي مختار الداهي بمركز تيكند الإداري رفقة والد الأرزة محمد أحمد مولود وبحضور حافي مقاطعة المدرة سير عملية تحضير الفريق الوطني للرياضيات الذي دخل في معسكر تدريبي لمدة 8 أيام. ويهدف هذا المخيم التدريبي الذي تشرف عليه مجموعة من الأساتذة والمفتشين في مادة الرياضيات إلى تهيئة الفريق الأولمبي بشكل جيد لتمثيل بلادنا في المنافسات الإقليمية والدولية. ويدخل هذا التدريب في إطار برنامج مواهب لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الذي مكن من تعزيز وتطوير قدرات التلاميذ المعرفية. وقد عبر عمدة بلدية تيكنت عن امتنانه لاختيار المدينة لاستضافة هذا المخيم التدريبي الذي يعكس مدى اهتمام الدولة بتنمية المواهب وتشجيع المتميزين. وأشاد المشرفون على هذا المعسكر بالجهود المبذولة من قبل الوزارة من أجل توفير الظروف الملائمة بغية تمكين التلاميذ من الوصول للأهداف المشهودة. وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي أكد أن هذا التكوين سيكسب الفريق الأولمبي المزيد من المعلومات لتحقيق التفوق في المسابقات الدولية. نحن اليوم في تيكند الإشراف على معسكر تدريبي للفريق الوطني للرياضيات، وهذا في إطار برنامج مواهب اللي هو برنامج بوزارة التهذيب الوطني. وهذا البرنامج انتقى 25 تلميذ من المستويات سنة خامسة وسنة سادسة وسنة سابعة في الرياضيات لأكثر تميز، وهؤلاء 25 لاهي يستفادوا من تكوين حضوري وبعض الأحيان معسكرات تدريبية بالرياضيات، ياك يتهيئوا لتمثيل بلدنا في العديد من المنافسات الإقليمية والدولية، واللي منها بعد مبرمج هذا العام 4: الأولمبياد الفرانكوفوني في مجال الرياضيات، والأولمبياد الإفريقي في مجال الرياضيات، والأولمبياد الدولي في مجال الرياضيات، والجائزة المنظمة من طرف اليونسكو حول مناهج البحث العلمي. ونختار نقول أعلنوا في السنوات الماضية، أعلننا هذا البرنامج أنه استطاع لأن بعض التلاميذ الموريتانيين أنهم يحصدوا جوائز مهمة في المشهد الدولي والإقليمي. غير هذه السنة زدنا الإمكانيات المالية ولاه نزيدوا المعسكرات التدريبية ولاه نزيدوا الاهتمام، ياك بإذن الله تعالى بتوفيق من الله نحصدوا أكثر من الجوائز في المنافسات الإقليمية والدولية. في الشأن التربوي دائما بدأ صباح أمس من نواكشوط فعالية مسابقة في الخط والخطابة منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي. تهدف المسابقة في مرحلتها الأولى الخاصة بولايات نواكشوط الثلاث إلى تشجيع وتحفيز التلاميذ على حسن الخط والقدرة على الإلقاء. مدرسة ابن سينا الابتدائية بمقاطعة تبرزين بولاية نواكشوط الغربية من بين ثلاث مراكز في العاصمة أعدتها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لإجراء مسابقة في الخط والخطابة. وللاطلاع ميدانيا على مجريات هذه المسابقة تفقد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي هذه الأقسام، حيث استمع من الطاقم التربوي المشرف عليها إلى شروح تناولت الآليات المتخذة من أجل إنجاحها. نزور أحد المراكز اللي تنظم فيه مسابقة الخط والخطابة وباللغات الثلاثة: اللغة العربية، اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية. وجائزة مستحدثة هذه السنة، والهدف منها ومنافسة وتحفيز التلاميذ على حسن الخط
وحسن الإلقاء أيضا والقدرة على الإلقاء. بعد ملاحظة أنني قد يعود فمشي يلا ينافسوا فيه التلاميذ إياك يزيدوا من جودة الخط ويزيدوا من اللي من القدرة على التحرير والقدرة على الإلقاء. وهذه هي المرحلة الأولى من هذه المسابقة اللي اللجنة اللي تشرف عليها منظمتها حسب مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. هذه هي المرحلة الأولى، المرحلة الأولى يشارك فيها 180 تلميذ متنافس في مجال الخط ولا من مستوى سنة سادسة ابتدائية، ومفتوحة أمام المدارس كاملة العمومية والخصوصية الحرة. والجائزة الثانية هي جائزة الخطابة، يشارك فيها 360 متنافس من ولايات نواكشوط ثلاثة، ومفتوحة أمام تلاميذ كاملين من سنة رابعة إعدادي إلى مستوى البكالوريا. إذن هذه الجائزة هدفها هو تحفيز والتنافس، وتعرفوا على أن كلما كانت التنافس كلما كانت الجودة. وتهدف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي من خلال تنظيم هذه المسابقة إلى تشجيع التلاميذ على تحسين الخط والإلقاء وخلق تنافس يفضي إلى مخرجات تعليمية تستجيب للمتطلبات وتحقق الآمال المنشودة. يعقوب الصوفي، الموريتانية. ونبقى في العاصمة حيث احتضن مقر المكتب الوطني لطب الشغل صباح أمس عمل دورة تكوينية منظمة لصالح الأطر العاملين بهذا المكتب. وتنظم هذه الدورة التكوينية التي تدوم 5 أيام ضمن شراكة مع منظمة العمال العربية. يستفيد من هذه الدورة التكوينية الكوادر الفنية العاملة في المكتب الوطني لطب الشغل بغية التحسين من قدراتها المعرفية من خلال هذه الدورة المنظمة ضمن شراكة مع منظمة العمل العربي. يعتبر اكتساب المعارف والخبرات في مجال الصحة والسلامة المهنية والقدرة على تنفيذها مكسبا هاما نسعى إلى تحقيقه من خلال التدريب والتكوين المستمر والاستفادة من خبرات وتجارب الأشقاء في هذا المجال. في هذا الإطار تندرج هذه الدورة التدريبية التي يسعى قطاع الوظيفة العمومية والعمل من خلال التعاون الثنائي مع منظمة العمل العربية إلى تكوين طواقم المكتب الوطني لطب الشغل عبر دورات متعددة تغطي مستويات أساسية يحتاجها أطر وعمال المكتب في مجال الصحة والسلامة المهنية. القائمة بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بمنظمة العمل العربي أكدت استعداد هيئتها للمزيد من التعاون مع موريتانيا في مجال التكوين. نحن التزمنا معكم ونستكمل المستوى الثالث في هذه الدورة التدريبية الميدانية بإذن الله، ونظل على استعداد لمواصلة دعمكم لتكون موريتانيا نموذجا رائدا في الدول العربية. وتسعى المنظمة دائما إلى تقديم الدعم الفني والوفاء بالتزاماتها تجاه أطراف الإنتاج الثلاثة لتساهم في تطوير قدرات وكفاءات الكوادر العربية في جميع مجالات العمل ضمن الإمكانيات المتاحة. أما المدير العام للمكتب الوطني لطب الشغل فقد تحدث بدوره عن أهمية هذا التكوين. باسمكم جميعا نرحب بوفد الخبراء الذي شرفنا بهذه الزيارة حتى يأتوا إلينا ليفيدونا ويفيدوا الأطباء بما عندهم من خبرات وتجارب في ميدان الصحة والسلامة المهنية. 5 أيام ستكون فرصة لإلقاء عدة عروض تشمل تقييم مخاطر بيئة العمل وأسس التقييم البيئي لهذه المخاطر والتدريب على استخدام أجهزة القياس فضلا عن مواضيع تطبيقية أخرى. وإلى خارج البلاد، حيث شكل افتتاح الجناح الموريتاني في إكسبو الدوحة 2023 وجهة للزوار الراغبين في التعرف على موروثنا الثقافي الثري، وقد استقبل الجناح منذ افتتاحه العديد من الزوار. إكسبو الدوحة 2023 به تشرع أبواب الجناح الموريتاني أمام الزوار بعد افتتاحه بشكل رسمي بإشراف من وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة مرابط البناهي بمعية مفوض المعارض بدولة قطر بدر عمر الدفع، وبحضور القائم بأعمال سفارتنا بالدوحة محمد والعبد العزيز، إلى جانب جمع غفير من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي في قطر
وأعضاء جاليتنا. تسترسل مفوضة المعارض هوابو موسى جلو في تبيان مكونات المعرض الذي ضم مجسمات لأهم الآلات الموسيقية التقليدية وأنماط العيش مع عرض لثمار الأشجار ونوادر الصناعات التي حاكتها أياد وطنية مهرة. أنا سعدت جدا بزيارة بحضور افتتاح مقر الموريتاني في إكسبو الدوحة. طبعا أنا اطلعنا خلال المعرض على يعني بعض من الأدوات المستخدمة في 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 التراث الشعبي الموريتاني وبعض الأمور اللي تتعلق بترسخ هوية المجتمع الموريتاني. وصراحة احنا سعدنا بالموجودات في المعرض وكان الحضور والتفاعل جميل جدا. حقيقة إكسبو الدوحة 2023 مناسبة دولية كبيرة ما كانت يا الله تفوتها الموريتاني. الحمد لله على مشاركتهم فيها وعلى افتتاحهم لهذا الجناح اللي حضرته الجالية واللي شاد بعض من أمورهم الكامنة، شو من ثقافتهم وشو من تراثهم وشو من مقدراتهم الاقتصادية الهائلة. وهذا في الحقيقة هي مناسبته، مناسبة التعريف به وإشهاره وتبادل الخبرات فيه والآراء. وكان العرض جيد وكانت هذه النماذج الثقافية اللي عرضت هنا تياها زينة بها اللي تعبر عن ثقافة موريتانيا بأبعادها كامل. الجناح الموريتاني عكس ثراء التجربة الموريتانية وغناها واهتمامها بالتطورات الحديثة في مجال الزراعة والبستنة ومكافحة التصحر التي تليها موريتانيا اهتماما خاصا. وقد تجلى ذلك الاهتمام من خلال التنوع الذي عكسه الجناح اليوم والمجسمات التي تعكس المشاريع الوطنية في مجال الطاقات المتجددة وفي مجال الزراعة الحديثة وفي مجال مكافحة التصحر، إلى جانب عكس أو تجسيد الثقافة الموريتانية بمختلف مجالاتها وأنشطتها. يشتمل المعرض كذلك على مجسمات عديدة من الجمل إلى الخيمة إلى الأكواخ التقليدية مع مجسمات لأقدم المآذن العتيقة بالبلد. احنا اليوم جينا هذا جناح اكسبو هون في الدوحه، جناح الموريتاني، وما شاء الله كان تبارك الله جيد، وكان ما شاء الله حضور الموريتانيين في الجاليه الموريتانيه هون ما شاء الله حضورها معتبر ما شاء الله. وهذا الجناح ما شاء الله اللي يفتح هون والله زاد، خاصه الاكسبو اللي هون في الدوحه ما شاء الله. احنا الجاليه الموريتانيه ما شاء الله عاجبنا وزين عندنا تبارك الله. نشكركم على هذه الفرصة، وصراحة هذا المعرض معرض متكامل بجميع التراث الموريتاني المشترك، ونشكرهم شكرا جزيلا على هذه الفرصة، ونرجو أن تتكرر إن شاء الله معارض هكذا في جميع أنحاء العالم تجمع الموريتانيين وتراثهم الكامل. ما شاء الله تعرفنا على المزايا المختلفة لهذا المعرض، وهنالك أيضا تعريف بالبلد وبميزات هذا البلد وتشجيع على جلب الاستثمار إلى موريتانيا. وكان ما شاء الله معرض ناجح وملفت ما شاء الله مقارنة مع باقي المعارض. كما ضم المعرض لوحة بديعية عكست جهود الدولة في محاربة التصحر وتطوير أساليب الزراعة ومكافحة المخاطر البيئية، ليشكل المعرض في الوقت ذاته وجهة للزوار الراغبين في اكتشاف مكنون التراث وأساليب الحياة التقليدية للمجتمع الموريتاني. بمشاركة أكثر من 80 دولة من أنحاء العالم، يستمر إكسبو الدوحة 2023 إلى غاية 28 من شهر مارس المقبل، ومعه يستمر الجناح الموريتاني في تقديم الصورة الناصعة والأجمل لوطننا الحبيب بتراثه الفذ وثقافته الواسعة. محمد أمين عبد الودود لقناة الموريتانية من قلب العاصمة القطرية الدوحة. ومن العاصمة القطرية الدوحة إلى ولاية أدرار، حيث حاطت في مطار أطار الدولي الرحلة السابعة من السياح القادمين من فرنسا ضمن الموسم السياحي 2023-2024. وقد استقبلت مدينة أطار منذ بداية الموسم السياحي الحالي أزيد من 800 سائح من جنسيات أوروبية مختلفة. الفوج السابع من السياح القادمين من باريس يصل إلى مطار أطار الدولي ضمن الموسم السياحي الحالي.
سياح من مختلف الجنسيات الأوروبية جاءوا لاكتشاف المعالم السياحية والآثار التاريخية والتمتع بجمال الصحراء في مرابع وسهول ولاية أدرار. انطباعات هؤلاء القادمين أكدت أهمية الوجهة السياحية على المستوى الوطني بما فيها الوافدون من أصول عربية. جينا من فرنسا وجينا من موريتانيا اللي في أتار. صاحبي جاء من موريتانيا قال لي عندنا خدمة نديروها ثم باش نعاونوا أصحابنا في موريتانيا وجينا نعاونوا جينا نخدموا لهنا شوية وبعد نعاودوا نرجعوا لبلادنا إن شاء الله. أول مرة ندخل في موريتانيا والغوسونتي تاعي باهي. أول مرة في موريتانيا جايين إن شاء الله نشتغل في موريتانيا. نحن ثلاثة دكاترة أسنان وإن شاء الله نحاول يعني نشوف البلد ونشتغل بنفس الوقت يعني إن شاء الله. مبارح إن شاء الله رايحين على أتار يعني نزور الأتار ونروح على شنغيتي إن شاء الله. بنشوف البلد نشوف الناس نتعرف على الناس نشوف انطباعنا يعني إن شاء الله في البلد. ومثل هؤلاء هذه السائحة البلجيكية كريستين لابرا التي تعود للمرة الرابعة وتقول بأنها ستعود للمرة القادمة لأن موريتانيا بلد جميل وبه مناظر آسرة ويمتلك مقومات الاستقبال والضيافة. انتظام هذه الرحلات يبرهن على أهمية التدابير المتخذة لإنجاح هذا الموسم السياحي من طرف الجهة المنظمة والمستقبلة. موسم اللي مسنتي من يوم 23 في الشهر 12 إلى يوم إن شاء الله 9 في الشهر 3 المقبل. وبذلك المناسبة هذا البرنامج معدل على 12 رحلة. وفي الوقت الحالي الرحلة مثلا الأولات فيهم 129 الأولى والثانية 124 ومن ثم ندخلوا في مرحلة ينقالها مرحلة ما فيها العطل عند النصارى وذاك اللي ينقص شوية الطلب يقدر نترجعوا على من يوم 10 إن شاء الله للجايش 10 في شهر 2 يدخلوا مولي هم مراحل العطل ونترجعوا إن شاء الله على الطيارة الدور تعود أشبه والله قاعد بإذن الله تعالى اللي تعود أشبه. عدد الإجماعي للسواح اللي فات وصل حتى الساعة حوالي 800 سائح تقل قليلا عن ذاك العدد في الرحلة السابعة. ونحن بدورنا مستعدين لاستقبال السواح في هذا الموسم على غرار الهيئات اللي عاملة هون في المطار الحالة المدنية لغير ذلك وعلى مستوى المطار. إذن كل الإمكانيات وكل شيء متاح لاستقبال هذا السواح اللي يمشوا في موريتان الآمنة موريتان الجميلة الصحراء الموريتانية الممتعة والجبال والواحات هم يمشوا فيهم انطباعاتهم اللي فاتة جاء منهم كامل انطباعات حسنة. واقع سياحي بدأ يلقي بظلاله على الدورة الاقتصادية المحلية. هو الاقتصاد الوحيد اللي نحن نحس به على أن الناس كانوا مستفادة منه. أهل البادية يجون العليات كل ليلة وكل المعقيد ويستفادوا الإفادة الزينة. يشروا الأشياء اللي بسيطة ويبيعوا أهمات إياها إن شاء الله. ويشروا من عندهم الحية ويفادتوا على الساكنة أشبه من كادنها من نحن. وأنا حماد مستفاد الولاية كاملة. ومع وصول وفود قادمة تغادر أخرى بعد أن أمضت أياما جميلة في جو من الحميمية والأمن والأمان. الفاغاوي الشيباني قناة الموريتانية مدينة أطار. إلى ولاية جتيماقة حيث يسهم التعليم ما قبل المدرسي في تمكين عشرات الوراعم من المهارات التعليمية والتربوية التي تؤهلهم إلى المراحل التعليمية المقبلة. التغيير التالي يسلط الضوء على إسهام الأقسام التحضيرية ورياض الأطفال التابعة للإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي على مستوى ولاية جتيماقة. في هذا القسم التحضيري الذي تم افتتاحه في مدينة سليبابي مطلع السنة الدراسية الحالية من طرف الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي يتلقى هؤلاء البراعم مجموعة من المهارات التربوية والاجتماعية التي ستمكنهم من الاندماج الاجتماعي والتكيف مع المرحلة الأولى من التعليم الأساسي. عندي قسم تحضيري مفتوح جديد في سيدي بابي كان جيد ما شاء الله عندنا الإقبال وعدد التلاميذ 30 الإقبال ما شاء الله ونعلمهم تعليم كتابة والقراءة تكرارها عندنا الأذكار مع الصباح وعندنا الأحاديث وعندنا تعبير وتعريف كل شيء علموهم العالم الوطني ونعلموهم بحيوانات والخضروات في الفواكه نعلموهم طريقة يكتبوا بها ياك تسهل لهم الدخول سنة أولى. يشكل الدور الذي تسهم به المربية في هذا القسم التحضيري أساس هذه العملية التربوية والاجتماعية المتكاملة. المربية لها تلعب دور أساسي للطفل
والمربية هي الأم الثانية للطفل بيمسع لي وخاو دار أهله ليجي شيء جيد يلا تتعود له أم أخرى تود صبورة وتود حنونة. وترتكز سياسات قطاع العمل الاجتماعي على تمكين ولوج عشرات الآلاف من الأطفال دون سن التمدرس إلى التعليم ما قبل المدرسي نظرا لدوره في الإعداد الجيد للدخول المدرسي وتمكين البراعم من المهارات الاجتماعية والتربوية الأساسية. شوقي محمد فالي قناة الموريتانية مدينة سيدي باب. وصلنا مشاهدي الكرام إلى ختام هذه النشرة، عدا للتذكير بأبرز ما جاء فيها. وزير التهذيب الوطني يشرف في تيكنت على افتتاح معسكر تدريبي للفريق الوطني للرياضيات ويطلق في نواكشوط النسخة الأولى من مسابقة الخط والخطابة. العاصمة نواكشوط تحتضن دورة تكوينية لصالح الأطر العامية من مكتب الوطني لطب الشغل ضمن شراكة مع منظمة العمل العربية. تزايد الإقبال على الجناح الموريتاني في معرض إكسبو الدوحة من قبل الزوار الراغبين في التعرف على الموروث الثقافي الثري لبلادنا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.